أسباب وتفاصيل وفاة الفنان الجزائري شريف حماني. إليكم تفاصيل الخبر. توفي اليوم الجمعة الفنان القبائلي الكبير الرجل الفاضل الفنان الملتزم شريف حماني المرحوم ابن منطقة آس دوالة من فناني الولاية المحترمين أحد أعمدة الأغنية القبائلية. توفي عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ويذكر أن الفنان شريف حماني انتقل إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية ألمت به خلال الأشهر الماضية، وتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي منذ ساعات قليلة من مساء اليوم الجمعة. في حنجرة المطرب تأثيرات استثنائية تجعل الملتقى يعيش حالة شاعرية فياضة تحركها كلمات مستفيضة وأنغام شجية صاغها موسيقار فد وشاعر يحاول بجهد استخراج مشاعره الدفينة نتاج المأساة والمرارة التي يعيشها على مدار أكثر من نصف قرن من الزمن. فهو شاهد على عديد التحولات التي شهدها الوطن سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا، مطلقا صرخته ناصحا وواعظا ومنددا بالخداع والفساد والبؤس والانحلال والتفكك. إن لله وإن إليه راجعون. بشكركم على حسن استماعكم.